وعايزه اقول لكم الاول انطباع شخصي، لان انا اول ما قريت وعرفت الخبر انبسطت جدا جدا جدا. ليه؟ كنت من يومين مدينه نصر وراجع هنا على 6 اكتوبر، واخده الطريق الدائري، وكان الكلام ده بالليل 8 9 بالليل كده. المهم بعدين وانا ماشيه لقيت شخص يعني على شمال الطريق، يعني انا راجعه كده هو على شمالي واقف ماسك ازازه ميه فاضيه وعمال يشاور بيها يمين وشمال. فانا اول حاجه تبادر لذهني انه عربيه سخنت، عايز ميه يزود ميه، الكلام ده كله اللي احنا بنشوفه. المهم بصيت كده جنبي لقيت ولا عربيه جنبه ولا حاجه، بصيت كويس لقيت ان الشخص ده عامل ضمن مجموعه من العمال واقفين على الطريق بيشتغلوا على الطريق الدائري، بيبقى في تصليحات والصيانه والكلام ده كله، مجموعه من العمال بالليل بالشكل ده واقفين بيشتغلوا، والراجل كان بيشاور بالازازه الفاضيه علشان كان عايز شويه ميه، عايزين يشربوا ميه. يعني اكيد طبعا للاسف الشديد ما كانش معايا ميه في العربيه ساعتها، فطبعا ما فيش احلى في الدنيا في العالم يعني انك تاخد ثواب على بق ميه بتديه لحد محتاج. فانه ممكن الشعور ده يكون عندي وعند ناس كتيره قوي لو ما كانش في عربيتهم شويه ميه يقدر يديهم ميه لهذا الشخص. ليه بقى الكلام اللي بقوله لحضراتكم ليه علاقة بالخبر ده؟ لما قريت النهاردة سبحان الله يعني الحمد لله يا رب ان مؤسسة حياة كريمة طلعت مبادرة جديدة هي مبادرة سقيا، الهدف منها اللي بقوله لحضراتكم ان الناس اللي واقفة وبتشتغل في مشروعات قومية في غيرها، طريق الدائري دون طبعا لا في كشك ولا في محل ولا الكلام ده كله، ممكن يبقى في مية او لا زي ما بقول لكم. فمبادرة سقيا الماء دي مبادرة هتوفر توزيع 2 مليون زجاجة مية على العمال وعلى الناس اللي شغاله في المشروعات القوميه في مختلف المحافظات، مبادره في منتهى الاهميه، كل التحيه للي اشتغلوا وفكروا في الفكره دي.